حجاجنا الميامين مكانا ليقضوا ليلتهم في ميناء بسبب سوء تنظيم البعثة الجزائرية وفشلها في تأمين الخيام رغم مرور المرحلة الأولى من الحج على أحسن ما يرام. أصابع الاتهام توجه حسب الحجاج إلى المؤطرين المسؤولين الأوائل عن تأمين الخيام. هؤلاء اختفوا عن الأنظار ولم يجد الحجاج الجزائريون من يتوجهون له بالسؤال أو طلب المساعدة. مشاهدينا، في الجزء الأول من نقاشنا على المباشر سنتناول ما حدث في ميناء للحجاج الجزائريين من تقصير للبعثة الجزائرية في تأمين خيامهم ما أدى إلى اقتحامها من طرف أجانب، وهو ما جعلهم يبيتون أو يقضون ليلتهم في العراء. معي مباشرة من البقاع المقدسة موفدنا محمد شوقي علاك. محمد، مساء الخير. مساء النور، أهلا ياسر. بداية محمد، ما حدث بالضبط في ميناء؟ هل الخيام لم تكفي الحجاج الجزائريين أم أن سوء التنظيم حرمهم من أن يقضوا ليلتهم في الخيام؟ بطبيعة الحال سوء التنظيم لم يسمعه بداية، يعني عندما وصلوا الحجاج لعدم النفرة الأولى التي كانت من عرفة نحو مزدلفة، يعني من ابتداء من مزدلفة بدأت المشاكل. دخلوا الحجاج والذين يعني أتوا مبكرا وخرجوا مبكرا لم ينتظروا الحافلات، ربما لقوا أماكن لهم داخل المخيمات، لكن الحجاج المتأخرين الذين لقوا صعوبات بعدما تركتهم حافلتهم في مزدلفة أتوا مشيا على الأقدام، هؤلاء وجدوا صعوبات كثيرة خاصة في الساعات الأولى من الإسكان، لأنه المخيمات الجزائرية كان اقتحام من طرف ربما جنسيات أخرى، وأيضا هناك بعض الحجاج الذين يعني قاموا باحتلال أماكن ربما أكثر مكان أكثر من مكان هو مخصص له. يعني عندما تشوف مخيم فيه عدد من الأفرشة، بعض الحجاج وش يقوموا بإنقاص عدد الأفرشة التي داخل الخيم لخلق مساحة أكبر، مساحة أكبر حتى يضعون هناك أفراح. طيب ويضعون هناك عفشهم وكل شيء. نعم، من يؤمن خيام الحجاج الجزائريين ومن يدلهم على أماكنها ومن يدلهم على أرقامها؟ المفروض من يؤمن هم أعضاء البعثة من الحماية المدنية، هم المكلفون بتأمين الخيم، يعني حتى هم يقوموا بزيارات ميدانية قبل أيام من يعني قدوم الحجاج فقط لوضع معالم وإحصاء المداخل والمخارج الموجودة في ميناء ووضع خارطة الطريق من أجل تأمين الخيم حتى لا يدخلها الأجانب. لكن في كل مرة وفي كل سنة تتكرر هذه المشاكل، لأنه ربما بعض من الأعضاء يتوجهون لأداء لرمي الجمرات أو شيء من هذا القبيل، وتبقى الخيم بدون حراسة، وحتى المطوف له جانب من هذا التنظيم، لأنه هو المكلف الأول، ولا نقول أخير لكن المكلف الأول بتأمين الخيم، لأنه الخيم مداخل الخيم تكون مغلوقة فيها أبواب، والحاج عندما ما يحملش سوار فيه رقم الخيمة هذيك ما يخلوش يدخل للخيمة هذيك، وخاصة أنه لم يسمع أيضا ربما كاين بعض المطوفين الذين لا يخافون الله قد أدخلوا حجاجا من بلدهم. مثلا عندنا مطوف مصري يجي حاج من مصر ما عندوش مخيمة يقول له ادخل تفضل ادخل مع الجزائريين، واحد ما شافك. هذه شفناها كثير، هذا هو الإشكال. طيب محمد، هل تعتقد أن المشكل هو مشكل النقص في بعثة أو في فرقة الحماية المدنية المرافقة للحجاج؟ هذا النقص أثر بشكل كبير على تأمين الخيام وتأطير الحجاج؟ يا أخي أنا أقول لك الحقيقة، عندي 3 سنوات وكل مرة نجي للحج ونشوف المواسم يعني والتغييرات اللي تحصل من موسم لموسم، لكن السنة اللي فاتت واللي قبلها كانت العلامة الكاملة لأعضاء الحماية المدنية، وهذا السنة ما نقولوش أنه انقصروا من عملهم، كانت لهم العلامة الكاملة، لكن يعني تم تقصير مهامهم وتم يعني إضعافهم نوعا ما. لما تجيب أنت 100 وربما 150 عضو أو 176 أتذكر الرقم بالتحديد وتكلفوا بمهمة واحدة، هذا
شيء راح يحطمه. عضو الحمايه المدنيه يمكن استخدامه في عده مجالات، يمكن استخدامه في التأهيل، في الاسكان، في الارشاد، في المرافقه، ربما حتى مرافقه الحجاج لاداء مناسكهم، لكن لم يتم استغلال هذا العدد الهائل من الحمايه المدنيه. تركوهم يعني اعطوا لهم مهمه واحده هي التأهيل. تأهين والله العظيم ما نحتاجوش هذاك العدد، نحتاجه 40 أو 50 عام يكفي لملف تأهين، لكن ربما كان المفروض أنه استخدامه مثل السنوات الماضية. يعني أنا ما نشوف هنا نقطة علامة استفهام تبقى مطروحة، لماذا يعني تم تقليص مهام رجال الحماية المدنية؟ هذا شيء ما فهمتوش. هناك أمر آخر زميلي، هو أنه الحاج الجزائري أصبح يشوف جميع أعضاء البعثة بلباس واحد، يعني اللون الأصفر كما سبق ونصرح الشيخ عزوزة مدير ديوان الحج والعمرة، قال أنه كل أعضاء البحثة هم بلباس أصفر ويمكن يعني نلقاهم بسهولة خاصة باللون هذاك. لكن أنا نقول أنه هذا شكل صعوبة كبيرة عند الحاج الجزائري، لأنه عندما يروح الواحد لابس أصفر ما يعرفوا إلى مرشد ديني، ما يعرفوا إلى مرافق، ما يعرفوا إلى عضو حماية مدنية. يروح عند الحماية المدنية يقول له أنا خصني نسكن الخيمة تاعي كذا، أو فندق الغرفة تاعي كذا، ومازال ما عطاوليش غرفة. هنا الحماية المدنية ما عندهم يدير له. طيب محمد شوقي، محمد يوجهوا المكتب. نعم. يقول له روح المكتب الاسكان، مكتب الاسكان لابسين اصفر ثاني ايضا. العام اللي فات كان يعني تاع المرشد الديني كان عندهم لون، يعني عند من البعيد نشوفوا نعرفوا هذاك نروح عند المرشد الديني، يعني ما يتوهش. يعني ارادوا توحيد، ارادوا توحيد اللباس فاختلط هذا الامر على الحجاج. طيب محمد شوقي، سؤال اخير، اين ذهب مؤطرو البعثه الجزائريه حتى لا تحصل هذه الفوضى في ميناء؟ وهل ما حصل للبعثة الجزائرية حصل أيضا لبعثات أخرى أم أنه المشكل جزائري فقط؟ هي بطبيعة الحال هذا الأمر أمر تيهان وأمر أمر اقتحام الخيام ومبيتهم في العراء. اقتحام الخيام يحدث ربما في بعض البعثات التي لا تؤمن خيامها، يعني شفنا هذا خاصة عند الجزائريين، خاصة الجزائريين، حتى الأجناس الأخرى واللي تعرف المخيمات الجزائرية أنها سهلة اقتحام، خاصة في اليوم الأول. صحيح من بعد يتم تحكم في زمام الأمور مع مرور الوقت في اليوم الثاني واليوم الثالث، لكن اليوم الأول هو الصح. أنا نقول لك أنه الوقت اللي يروحوا أعضاء البعثة الجزائرية يؤدوا ربما الجمارات، ثم يستغلوا الأجانب ويقتحموا المخيمات. لكن ما نحملوش للحماية المدنية، لأنه أنا ما شفتش من الآن حد الساعة والله ما نعرف دور المرافقين اللي جاوا مع الديوان ولا مع وزارة الشؤون الدينية، والله ما عرف حتى الآن دور تاعهم، مهامهم وشنها. مثلا تقسيم المهام من شخص لشخص لم أفهمها لحد الساعة. فهمت شيء واحد، فهمت الأئمة أنه دور تاعهم الإرشاد الديني والفتاوى وكل شيء، وفهمت أنه الحماية المدنية متكلفين بالتأهيل، لكن نعم. مكتب الإسكان وكذا والله ما كنت نشوفهم. نعم محمد. يعني تشوفهم عند الفترة هذيك عندما يلحق مثلا يلحق طائرة يتم إسكانها، تشوفهم يتحركوا، لكن بعد هذا الأمر يبقوا هذوك الحجاج اللي عانيوا مشاكل، ما يلقاوش غرف وما يلقاوش مخيمات كذا. في هذه الحالة وين يحتاج الحاج الجزائري مرافقة ما يلقاوش المرافق. نعم محمد شوقي علاك. ونقول آخر شيء، قبل ما نختاروا العضو اللي رافق الحاج الجزائري باش يجي البقاع المقدسة، يجب تأطيره، يجب تكوينه، ويجب تكليفه بمهام معينة ومحددة. هذا هو جميل. محمد شوقي علاك، موفدنا من البقاع المقدسة، مشكور جدا على مداخلتك معنا هاتفيا. كنا نحاول أن نأخذ رأي أيضا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، وكان قد وعدنا بتدخل هاتفيا في هذا الجزء، ولكن للأسف لم نتمكن من التواصل معه، أو كما يقوم الزملاء حاليا بمحاولة التواصل معه، لكن للأسف لا يرد على الهاتف. مشاهدينا، في الجزء الثاني من نقاش على المباشر، مرة أخرى يتلقى نظام المخزن صفعة من طرف الاتحاد الأوروبي، هذه المرة من المحكمة الأوروبية التي أكدت عبر مستشارها عدم شرعية الاتفاقيات التي تشمل إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية.
وهذا بعد أن طالبت بعض البلدان الأوروبية استئناف الحكم الصادر في ديسمبر 2015، والذي دعا إلى تجميد اتفاقية المنتجات الزراعية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب بسبب شمولية الاتفاقية لإقليم الصحراء الغربية الذي لا يزال يخضع لتصفية الاستعمار. مشاهدينا، أسعد باستضافة سعيد العياشي رئيس اللجنة الجزائرية الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي. أهلا وسهلا بك، كل عام وأنت بخير. إن شاء الله. وكذلك سيكون معي عبر الهاتف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة سابقا إبراهيم بولحية. أبدأ معك في سعيد العياشي. أول شيء، ما قاله أو ما ذكره مستشار المحكمة، وهو من المحامين الذين تأخذ المحكمة بأقوالهم المحكمة الأوروبية، يعتبر ربما صفعة للمملكة بسبب تعنتها أو تعنت الموقف المغربي عموما إزاء القضية الصحراوية. يريدون أن تشمل الصحراء الغربية كل اتفاقياتهم، لا يريدون أن يفهموا بأنها أرض محررة وقضية أممية. كيف تقرأ هذا الاستثناء؟